انا بطمن من خلال برنامج قناه النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي ومشاهدي القناه الكرام انه القادم افضل ان شاء الله في منهجيه علميه في الاداره، في بالظبط رجل على راس مجلس الاداره اسمه محمود الخطيب، طبعا يعني يفيض حبا لاسم النادي. يختلف معانا كتير لما بتيجي نتكلم عن الكابتن الخطيب وبينزعج ويقول لك من فضلكم احنا كنا هنا في خدمه النادي الاهلي، مش حاجه اسمها محمود الخطيب، في اسم النادي الاهلي العريق، احنا كنا بنكمل بعض مجالس الادارات زملاء بنتعلم منه يعني ايه الوفاء والانتماء والعمل من اجل مصلحه النادي ووضع مصلحه النادي في كل اعتبار حتى لو على حساب نفسه. طبعا ومعاه مجموعه من خيره الناس الحقيقه في مجلس الاداره، يعني في جميعهم في منتصف العمر وجزء من الشباب لكن عندهم خبرات كبيره جدا من خلال العمل الطويل في يعني دهاليز النادي الاهلي. وبالتالي انا كشريك فؤاد كعضو من اعضاء النادي الاهلي وكابن من ابنائه وكمتحدث باسم مجلس اداره النادي يعني مطمئن جدا جدا ومتفائل بالمرحله المقبله ان شاء الله. وتاني يا امير الخير قادم جاي ان شاء الله، كلنا مطمنين بصراحه وكلنا متفائلين جدا بالمرحله المقبله للنادي الاهلي على مختلف المستويات، مش بس الرياضيه كمان المستويات الانشائيه، اكيد هيكون في تطور كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن خليني اسالك شريف، ان شاء الله حضرتك قلت لي ان هو هيوصل بكره، هل هيبقى في مؤتمر صحفي وامتى هيكون اول مران بالنسبه لمستر كارتيرون مع النادي الاهلي؟ انت عارف ان التدريبات مستمره تحت اشراف الكابتن محمد طبعا المدرب العام ومدير الكره، هو راجل كفء ومخلص الحقيقه. النهارده عجبني جدا جمهور الاهلي الدقيق اللي ما بينساش حاجه، اللي قال انه محمد يوسف 2013 فاز ببطوله دوري افريقيا وهو مدير فني للنادي الاهلي، وكارتيرون فاز مع مازيمبي 2015. بالظبط فبيعملوا مقارنه لطيفه كده، بيقولوا يعني الكبيران يقود النادي الاهلي الان، فالناس متفائله رغم البدايه المتعثره في دوري المجموعات. فالتدريبات مستمره بالتاكيد، لما يجي يعني بيتيو كارتيرون هيقعد مع كابتن محمد يوسف، هيشوف ملفات اللاعبين، هيحدد القايمه لان ده اختصاصه طبعا، هيستكمل باقي الجهاز. ما عنديش معلومه اذا كان هيبقى في مؤتمر صحفي وهل هيكون قبل العيد ولا بعد، يعني ربما تتضح الامور غدا ان شاء الله، لانه في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي يوم الخميس لبحث العديد من الامور وربما لاعتماد اختيار المدير الفني ايضا. بالتاكيد قناه الاهلي ستكون في الصداره اذا كان في اي شيء، ستكون حصريه للقناه باذن الله وسنتلقى ان شاء الله. بقيه اعضاء الجهاز الفني هيتم الاعلان عنهم غدا ان شاء الله بعد الجلسه دي يا استاذ شريف. انت بتتكلم عن مخطط احمال ربما وعن حراس مرمى. بالتاكيد هيكون في تشاور، والنادي الاهلي يعني ماله دائما معلومات انه يعني لجنه الكره ستوفر للمدير الفني كل الامكانات الممكنه للعمل في بيئه مناسبه اللي هي بيئه النادي الاهلي من اجل تحقيق. الراجل ما عندوش شروط زي بعض المدربين اللي كان قبل كده، اللي عاوز يجيب خمسه واللي عاوز يجيب اربعه واللي عاوز يجيب ثلاثه. كوزي كان بيشتغل لوحده، وكان في المره في الولايه الثانيه جاب معاه فقط بيدرو لو انت فاكر. بالظبط بالظبط. مدرب واحد. هذا الرجل هيكون اكيد معاه مترجم للفرنسيه و مصري. لجنه الكره هتقرر معاه لما يجتمعوا معاه كابتن محمود خطيب هو محتاج ايه، وبالتاكيد يعني في اطار المصلحه العامه سيتم توفير المناسب. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف. استاذ شريف فؤاد طبعا المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، وقال لنا